السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متتبعي قناة جزائر في إسبانيا أينما كنتم. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، ولكن كالعادة قبل ما نبدأ هذا الفيديو نتمنى منكم صلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما للتذكير قبل ما ندخل في الموضوع، لازم نذكر بحملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية، ولن ننسى أبدا أن شفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه أنه هو شفيعنا وحبيبنا، وهو الذي سيشفع لنا يوم القيامة. عندما نتذكر هذا الشيء فبالطبع لن نخرج فلسا واحدا أو درهما أو دينارا واحدا حتى نشتري به منتجات الخنازير. المهم، حملة المقاطعة مستمرة حتى يتأدب هؤلاء السفلاء الأنذار القذرين كلاب المال طبعا، فهم لا لهم لا دين ولا ملة، ونحن مستمرون في المقاطعة ولن نتوقف نصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع اليوم هو خاص بالأوضاع في دولة إسبانيا، وعلى كل حال لنقص بدولة إسبانيا على كل الدول الأوروبية لأن الأوضاع متشابهة. هناك العديد من الناس، حتى لا يفهم كلامي بالغلط، أنا طبعا لا أشجع على الهجرة الغير شرعية أبدا، لكن هناك العديد من الناس التي تأتي في قوارب الموت في هذه الفترة بنسبة كبيرة وكبيرة جدا. أنا نحب نوجه لكم رسالة ونقولكم تريثوا ولا تستعجلوا، لأن الوضع حقيقة الوضع لا يبشر بالخير حاليا، لأن دولة إسبانيا وأوروبا ككل هي في معاناة كبيرة. حتى السكان الأصليين للدول الأوروبية فهم يعانون من العديد من الأشياء بسبب الكوفيد-19 أو بسبب فيروس كورونا. لذا أنا ننصحكم أنكم تتريثوا، ما تجوش في الوقت هذا. وأصلا أن يوجد العديد من الناس أو العديد من العائلات تسأل عن أولادها وين راحوا وين راهم، هما راهم في السجون الإسبانية، راهم ممسوكين. والحاجة هذه وش راح نستنتجوا منها؟ نستنتجوا أن في الفيديو اللي حكيت عليه أنا مسبقا قلت لكم أن دولة إسبانيا راهي أصدرت قرار أن راح تفتح كل مراكز اللجوء ماشي باش تأوي هاد المهاجرين، أو ماشي باش تسكنهم ولا تخليهم عندها ولا توافق لهم على اللجوء، لا، ولكن الغرض من هذا هو إرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية. لذا الناس اللي يجوا في الوقت هذا ويحكمهم الشرطة أو ما يسمى بالسترانخيريا، كي تحكمهم في الوقت هذا راح مباشرة راح تتقيد الأسامي تاعهم إلى حين أن تستكمل اتفاقيات مع الدول العربية، وراح يرجعوهم مباشرة، وهنا الحظوظ تاعهم راح تكون قليلة وقليلة جدا في أنهم راح يلقوا الحرية تاعهم ويروحوا الدول الأخرى أو المناطق أخرى في أوروبا أو في دولة إسبانيا. لذا لازم تعرفوا أن الوقت هذا راه وقت حساس جدا، وراه وقت صعب على كل المهاجرين. لذا أنا ننصحكم ما تحركوش، وحتى الناس اللي راهم راح يجيوا بطريقة شرعية أنا ننصحهم ماشي زعما كي تفتح المطارات وكي تفتح القنصليات مباشرة تروحوا تديروا طلب، لأن راح يكون هناك تدافع كبير وكبير جدا، وبسبب هذا التدافع أيضا راح تخسروا أموال كبيرة. لماذا؟ لأن كل شيء راح يطلع، المواعيد وكل شيء، وحتى الوكالات السياحية أيضا راح تعلي كل شيء لسببين. السبب الأول هو أن راح تعوض الخسارة اللي فاتت، واللي هي الفترة هذه أو المدة هذه الزمنية اللي فاتت أنهم ما كانوش يخدموا. والشيء الثاني بسبب الكثرة، بسبب الأقبال الكبير جدا، هنا راح يستغلوا الوضع وراح يكون هناك غلاء في الأسعار وفي كل شيء بالطبع. أيضا النقطة اللي لازم نوضحها واللي هي أيضا مهمة ومهمة جدا، أن الناس هذو كي يوصلوا هل يقدروا يطلبوا اللجوء في الوقت الحالي؟ الموضوع هذا راح نحكي عليه بعد هذا الفصل القصير، خليكم معي ما تروحش بعيد، دوك نرجع لكم. Thank you.
السلام عليكم، ها قد عدت إليكم بعد هذا الفاصل القصير. بالنسبة للناس اللي كيتوصل للدول الأوروبية حاليا ودير دوموند أو طلب لجوء، هل يقبل أو لا؟ قبل أن نقول أنه سيقبل أو يرفض، هل تستطيع تقديم طلب اللجوء في الوقت الحالي؟ الجواب هو لا. لماذا؟ لأن أولا كل مراكز اللجوء مغلقة تقريبا، وإن كانت مفتوحة فلن يلبوا دعوتك، وأيضا كل شيء راه مغلوق لأن هناك أشياء مقترنة بأشياء أخرى أو متصلة بأشياء أخرى. عندما تقدم طلب اللجوء يجب أن يكون له دراسة، وبعد هذه الدراسة يجب أن تتحصل على مقابلة. هنا كل الأشياء أو كل هذه القوانين حاليا هي متوقفة، ولعديد من الأسباب طبعا، وليس سبب كورونا، السبب هو فيروس كورونا. وهناك سبب رئيسي أيضا بالنسبة للناس أيضا اللي تقولك أنا ما نديرش طلب لجوء ولكن نذهب إلى الجمعيات. الجمعيات أيضا لا تستقبل. لماذا؟ لأن الجمعيات لديها اكتظاظ كبير وكبير جدا، وأزمة الكورونا هي اللي سببت اكتظاظ كبير، ولا يوجد أيضا أماكن لإيواء هؤلاء المهاجرين. لذا هنا نستنتج أو نستنبط أن المشكلة كبيرة وكبيرة جدا من ناحية طلب اللجوء، ومن ناحية الجمعيات، ومن ناحية التسهيلات للمهاجرين. لذا كل مهاجر يظن أنه لما يجي راح يقدر يقدم طلب اللجوء أو يلجأ إلى جمعية لكي تساعده فهو مخطئ. أنا نتكلم على الوضع حاليا، أنا لا أتكلم عن فيما سبق ولا أتكلم عن فيما بعد، أنا أتكلم عن الوضع الحالي الذي نراه والذي هو موثق وموثوق والناس كلها تعرفه هنا في دولة إسبانيا وفي كل الدول الأوروبية تقريبا، يعني بدون استثناء، لأن جائحة كورونا صالت وجالت كل العالم بدون استثناء أي دولة. لذا يا إخواني ويا أخواتي، نصيحة مني لكم، الآن هو ليس التوقيت المثالي للقدوم إلى أوروبا ككل، ليس التوقيت المثالي. طبعا أنا مانيش نتكلم على الناس اللي عندهم الجنسية أو الناس اللي عندهم الإقامة، هذيك ظروف أخرى، ولكن أنا نتكلم على الناس اللي جايين هنا بغرض الدراسة أو بأغراض أخرى. أنا نقول لكم أن هذا الوقت هو وقت خطأ ووقت صعب جدا، وحتى السكان الأصليين للدول الأوروبية هم يعانون من بسبب هذه الجائحة، ويعانون من قلة المدخول الشهري. لذا أنا ننصحكم، وبحكم أن كل مهاجر فهو طبعا يفتقر إلى المادة ويفتقر إلى الفكر والتدبير، لأن الإنسان لما يأتي جديد هنا إلى أوروبا لا يعرف العديد من القوانين والعديد من الأماكن والمرافق والمراكز وإلى آخره، والأماكن التي يمكن أن تأويه. لذا أنا أنقلها لكم، لازمكم يا إخواني ويا أخواتي حاليا تتريثوا وتستناوا حتى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، ومن ثم إن شاء الله تتخذوا قرارات وتكون في صالحكم، والله ولي التوفيق. الآن لم يبقى لي إلا أن أقول لكم ما تمنوش، بارتجوا الفيديو هذا وشاركوه للمكسيم وبيستفادوا منه كاع خوتنا إن شاء الله، والرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد طبعا فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم، إلى اللقاء.